بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. الحكم الشرعي للنقاب، غطاء الوجه. ما أقول الآن أو ما سأقول الآن لا يعرف كثير من الناس. جمهور العلماء أقروا بحتمية وجوب أو لبس النقاب. طبعا أنا أخاطب النساء المحجبات حجابا صحيحا الملتزمات، والرجال الملتزمين هم الأولياء على هؤلاء النساء، ولا أخاطب المتبرجات، ولا أخاطب النساء الذين يلبسون حجابا أو الذين يلبسن حجابا زائفا تغطي شعرها، تلبس باضي، تلبس بنطلونا ضيقا تظن أنها محجبة. فدي تلتزم الأول تحجب حجاب الصحيح لأنها تعتبر متبرجة، بعد كده نتكلم معها في النقاب. أنا أكلم المحجبة حجابا صحيحا تلبس إزدالا ودرعا وتغطي، ما هو حكم النقاب حتى تكمل عفتها وتحقق ما هو يعني الراجح من أقوال العلماء. أنا هقول لحضرتكم أدلة وجوب النقاب من القرآن ثم السنة. أولا، عندما نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية من وجوب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، كثير من الصحابة رضي عنهم فسروا. عبد الله بن عباس قال على المقنعة، على الجلباب، هو المقنعة التي تغطي الوجه بالكامل إلا عين واحدة فقط. يا النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طب ما مناسبة نزول هذه الآية؟ هذه الآية نزلت عندما كان فساق أهل المدينة ينتظرون النساء ليلا عندما يخرجن من بيوتهن لقضاء الحاجة فيراودهن عن أنفسهن. فإذا رأينا إذا رأوا نساء امرأة سافرة، وكلمة سافرة في اللغة العربية عند العرب معناها كشفة الوجه، مش معناها متعرية كما يظن كلها، لا، كلمة سافرة السفور معناها كشف الوجه فقط. فلو امرأة سافرة عكسوها روضوها عن نفسها، إذا امرأة وقالوا هذه أمة مبتزلة مهانة، الإماء كانت لا تلبس النقاب، الحرة الشريفة ذات الحسب والنسب كانت تلبس النقاب. وإذا رأوا امرأة مغطاة قالوا هذه امرأة ذات حسب ونسب شريفة ما نجيش ناحيتها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين، هو قول عام لكل نساء، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، عشان ما تتعرفش أنها مبتزلة أنها أمة فتراود عن نفسها وتعاكس. بل الجلباب أو المقنعة أو النقاب غطاء الوجه هيحمي المرأة من أنها تعاكس من هؤلاء الفساق. فهو ده كلمة معنى يدنين عليهن من جلبين. فعبد الله بن عباس فسر كلمة الجلباب بكلمة المهيب، قال هي المقنعة التي تغطي الوجه كله إلا عين واحد، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، عشان الفساق دول ما يعرفوش أن هم مبتزلات فيؤذوهم بالمراودة عن النفس والمعاكسة وغيره. وكان الله غفورا رحيما، قال غفورا رحيما لما كان قبل نزول هذه الآية من السفور وتعالية الوجه. فسيدة عائشة قالت: ما إن نزلت هذه الآية والله ما رأيت نساء خيرا من نساء الأنصار، ما إن نزلت آية الحجاب حتى شققنا مروطهن فتلفعنا بهن فغطينا رؤوسهن وجوهن فكنا كالغرابيب السود. وفي رواية: فخرجنا من بيوتهن لا عرفنا من غلس الليل، يعني تخرج من بيتها هي والليل حتة واحدة كتلة سوداء. ده أول دليل. ولم يثبت بعد نزول هذه الآية أن أي واحدة من الصحابيات كانت بتلبس بتغطي تكشف وجهها، ليس كانت أمة بقى موضوع تاني بتاع. حتى التابعين وتابعين التابعين. الدليل الثاني، العلماء استنبطوا 20 دليلا على حتمية النقاب، وهحاضر حضراتكم رأي لجنة الفتوى تحت الفيديو، وحاضر حضراتكم ال 20 دليل، اللينك تقدروا تفتحوه او
سأقول لحضراتكم بعض هذه الأدلة نظرا لضيق الوقت يعني حتى لا أطيل عليكم. أولا القدم عورة، فلا كيف لا يكون الوجه عورة؟ السيد السلمة أم سلمة رضي الله عنها قالت رسول الله صلي إحدانا في درع وخمار دون إزار، فقال لها فقالت هل يجوز هذا يا رسول الله؟ فقال إن كان سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشترط عشان الصلاة تبقى صحيحة لازم الدرع ده يكون سابغ ويغطي ظهور القدمين، يعني القدمين ما يبانوش. لذلك قدم المرأة، لذلك قال قسيم العلماء قدم المرأة عورة في الصلاة، يعني قال بعضهم تبطل الصلاة إذا صارت المرأة مكشوفة القدم، لازم تلبس شراب وتغطي شعرها. وفي حديث آخر قال رسول الله صلي إحدانا بالإزار فتسدله فيكون فيجر على، فقال لها ترفعه شبرا. قالت له يا رسول الله إذا رفعته شبرا انكشف ظهور قدميه. قالت تسدله شبرا، ترفعه تسدله شبرا حتى يغطي ظهور قدميه. الحديث الثاني يعني إذا قدم المرأة عورة، فما بالكم بوجه المرأة؟ أيهم أشد إثارة وفتنة للرجل، القدم أم الوجه؟ الدليل الثاني أن الوجه هو مناط الجمال، وكل الشعراء بداية من العصر الجاهلي قبل الإسلام كانوا عندما يريدون أن يتغزلوا في المرأة يتغزلوا في الوجه، في العينين والوجنتين، وأنا ما بنامش من عينيك وما بنامش من شفايك والخدود. الوجه هو مناط الجمال والذي ينظر إليه الرجل ويفتتن به. الدليل الثالث الخلخال حرام شرعا، بس كان ربنا سبحانه وتعالى حرم صوت الخلخال، يبقى الوجه مش حرام؟ ربنا قال صوت النور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يبقى واحدة منقبة ماشية بس لابسة خلخال يصدر صوتا فيجعل الرجل ينظر إليها، لا يجوز. طب بالله عليكم الخلخال أكثر فتنة للرجل أم الوجه؟ يعني هل الرجل سيصار غريزة الرجل من أكثر من الخلخال ولا من الوجه؟ يعني حاجة واضحة زي الشمس يعني. طيب دي بعض الأدلة، يعني بعض الأدلة. يبقى الدليل الرابع الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني ما ينفعش تنتقب ليه؟ لأن النقاب ملتصق بالوجه. والعلماء وانت المفروض وانت محرم او انت محرمة ما تلبس شيء مخيط او محيط، لأن يعني الشيء المخيط اللي فيه خيط او محيط ده من لبس الدنيا. احنا بنلبس شيء اشبه بالكفن عشان الواحد يحس ان هو كانه في القبر ويكون متجرد من كل شواغل الدنيا وزينة الدنيا، فبيلبس شيء أشبه بالكفن فما يكونش فيه خيط، فالنقاب بيبقى محيط بالوجه، لكن الخمار ما يكونش محيط بالوجه، بينزل بعيد كده زي اليشمك. فسيدة عائشة قالت كانت إحداونا كنا نقف نطوف بالكعبة كاشفين الخمار، في ذا جاز اقترب منا وفد من الرجال، فإذا حازونا أزدلنا الخمار، فإذا جاوزونا كشفناه مرة أخرى. يبقى إذن حتى في الحج لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما تلبس المرأة القفازين كان خلاص كان سابهم يلبسوا، لكن السيدة عائشة كل الانتساء بيعدي الرجل بتاع الرجال كانت منزلة. والحديث بتاع صفوان بن المعطل لما شافها في حديث الإفك قال فلما رآني عرفني، لأنه كان يعرفني من قبل نزول آية الحجاب، فلما رأيته أزللت الإزلال على وجهي. فأنا حكيت لكم كل الأدلة دي تحت الفيديو، فدي بعض الأدلة اللي تؤكد حتمية النقاب وأنه واجب شرعي وليس بسنة مؤكدة على خلاف من العلماء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد صبر على دينه ويرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى اذا زي ما انت مطالب انك تتقي الحرام، مطالب انك تتقي الشبهات. ايه الشبهات؟ الامور التي يختلف فيها العلماء. ناس بيقولوا لو انت عملت كده هتقسم وحرام شرعا، ناس بيقولوا لا مش حرام لكن دي سنه. عشان لو انت عندك تقوى لازم تاخد بالراي الاحوط، مش كلام انا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دين عمره، يبقى هيتقي الامر اللي فيه شبهه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، او كان وقع ومن حام حول الشبهات كان كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يواقع، الا ان حمى الله محارمه، انا لكل ملك حمى وانا حمى الله. الا ان التقوى هنا، التقوى هنا اشار الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عنده تقوى لازم يتقي الحرمان، اشار على اساس الرسول. هناك حديث اخر، لا يبلغ الرجل، طبعا الكلام هنا للرجل والمرأة، درجة المتقين حتى يدع ما ليس فيه بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. الرجل مش هيبلغ درجة المتقين حتى يترك الحلال، مش بيقول مشتبه فيها الحلال. العصاص بيقول ايه؟ لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ليس فيه بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس. فبالكم بقى بالأمور المشتبه فيها، مش مشتبه، مش بس مشتبه، احنا بنقول جمهور العلماء او اكثر العلماء بيقولوا لا لازم تلبس النقاب، وادلتهم اقوى. انت المفروض تطالب ان انت تمشي ورا الدليل اكثر من ان انت تمشي ورا علي فلان او علان. الدليل لو اقتنعت بقلبك بالدليل ثم تركت راي الدليل واتبعت هواك ومشيت راي عالم، لان هو بيوافق هواك، تقسم ولن ينفعك يوم القيامه وسيفر منك يوم القيامه. يبقى لذلك انا احذر واوصي الاولياء واوصي النساء التي تتقين الله سبحانه وتعالى، اسكتي انت وحجاب، حجاب صحيح وحجاب مظبوط، كملي بقى اللي انت عملتيه ده بلبس النقاب. اذا كنت متبرجه او حجاب زائف فالكلام ليس لك، اتقي الله الاول ونجي نفسك من الاسم العظيم والتبرج والبسي الحجاب الصحيح، وبعد كده نبتدي نتكلم معاك في موضوع النقاب. بس الاول اعملي اول خطوه البسي الحجاب الصحيح. انا هنتكلم مع المحجبات حجابا صحيحا والرجال الاولياء النساء الصالحات التقيات الذين تلبسن حجابا صحيحا، فقول لها كملي حجابك بس النقاب. اكتب لكم الكلام ده كله تحت فيديو سخون شروع نشر هذا العلم في صواب عظيم، من علم علما في نعبد معامل بيوم القيامه ينقذ ذاك الجيش في تشوش تفعيل الجرس في الشرق في القناه، لسلكم كل تساعدوني على شخص كل قولي هذا، استغفر الله.